السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آج ہم پڑھیں گے سورۃ المعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ المعون مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ را زبر را ارا حمزہ یا زبر ای ارا ای تا لام زبر تل لام زبر لا ارا ای تل لا ذال يذذي أرأيت الذي يبشو كاف ذال دبكذ يكذ ذذي يكذي بابشبو يكذبو بعد ذال بيد ذال يزردي بدي نون زرني بديني أرأيت الذي يكذب بديني وقف كلامي أرأيت الذي يكذب بالدين. فزرفا ذلك جذب ذا فذا لام ذر لي فذالي كاف لام ذر كل لام ذر بلا فذالي كلا ذال يذذي فذالي كالذي يا زبريا دال عين بش دع يدع عين لام بش عل يدع عل يا زبريا تا يا زيرتي يتي ميم زرما يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم وقف قالتني فذلك الذي يدع اليتيم وزروا لما لبزبر لا ولا يا زبريا حال ضاد بش حوض يا حوض ضاد بش ضو يا حوض ضو عين زبر عا لام كر زبر لا على طا زبر طا عين اللي زبر عا طاعة ميم لام زر مل طعامل ميم سين زر مس كاف يا زر كي مسكي نون زر ني طعامل مسكيني ولا يحوض على طعام المسكين وقف كلمة ولا يحوض على طعام المسكين فزبر فا ويا زبر وي فوي لام لام دو بشلل فويل لام لام زر لل فويل لل من بشمو صاد لام بصل لام يزر لي فويل للمصلي نون زبرنا فويل للمصلين وقف كلمه فويل للمصلين همزه لام زبر ال لام زبر لا الا ذال يذذي الذي نون زبرنا الذين هم بشهم الذين هم عين نون زبر ع صاد بصاء لام الف زبر لا عن صلاة تازرتي هم يزرهم عن صلاتهم سين الزبر سا هاو بيش هو ساهو نون زبرنا ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون وقف كي حالة مي الذين هم عن صلاتهم ساهون اس آیت کو اگر ہم اس آیت سے ملائیں گے تو پھر پڑھیں گے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون اگر یہاں پہ ہم رکھیں گے وقف کریں گے تو پھر ایسے پڑھیں گے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون حمزہ لام زبر اللہ حمزہ بلا اللہ ذال یذذی الذی نون زبرنا الذین هم پیشهم الذین هم یا پیش یو را علی مزبر را یو را حمزہ و پیش او نون زبرنا یو را اون الذین هم یو را اون وقف کرمه الذين هم يراءون اگر ہم ساہون پہ وقف نہیں کریں گے تو پھر اس طرح پڑھیں گے الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون واو زبر وا یا میم زبر یم و یم نون زبر نا و یم نا عین و پیشعو و یمنعو نون لام زبر نل و یمنعون ال میم علی زرما عین و پیشعو نون زبر نا
ويمنعون الماعون وقف قيرت من ويمنعون الماعون دبارة سنية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. کل سے ہم انشاءاللہ سورة قریش پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.